بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع راح نناقش به مفهوم نظرية المعلومات Information Theory، أهم المصطلحات والعلاقات الرياضية اللي يمثل هذه النظرية. أول نقطة خلي نبدأ بها سؤال، ما المقصود بالمعلومات؟ يعني إذا طلبنا من الطالب أنه عرف الانفورميشن، شنو المقصود بالانفورميشن؟ أولا تعريفنا للانفورميشن كاصطلاح نعرف بأنه هو الانتليجنس أو الايديا أو المسج ضمن مفهوم الانفورميشن ثيوري. يعني المعلومة بالنسبة لنا من نذكر مصطلح انفورميشن، هو قد يكون انتليجنس معين، قد يكون ايديا معينة، قد تكون مسج معينة. زين هذول ثلاثتهم كمصطلحات هم نقصد اي واحد عندهم يدل هو على انه انفورميشن، هو عبارة عن انفورميشن كونتنت، محتوى معلوماتي. طيب كمهندسي اتصالات المسج مالتنا قد تكون، يعني من نذكر كلمة مسج، هذا المسج قد تكون هي الكتريكال سيجنال، قد تكون إشارة كهربائية، أو قد يكون هو عبارة عن كلام سبيتش ضمن الفويس شانل، أو قد يكون هو بيكتشر ضمن الإيميج شانل، يعني ضمن خانة الإيميج أو خانة الفويس ما يتعلق بالسبيتش، أو قد تكون هي فيديو، قد تكون تاكس. فبالتالي مصطلح المسج واحد من هذول يشملهم. يعني كمهندسين هذه الاصطلاحات اشير لي لهذه المعاني، قد تكون هي الكتريكال سيجنال، قد تكون هي سبيتش فويس، قد تكون بيكتشر، قد يكون فيديو، قد يكون تكست. طيب زين ضمن اي كوميونيكيشن سيستم، اي منظومه اتصالات، عمليه الارسال او الانتقال ما بين الانفورميشن من نقطه خلينا نسميه من انفورميشن سورس الى ان توصل للوجهه مالتها، زين نستخدم هذا البلوك دايجرام. يعني انا عندي ان كوميونيكيشن سيستم انفورميشن، المعلومات ترانسميتد فروم سورس تو ديستنيشن، من المصدر الى وجهتها. اليه الارسال انه انا عندي هنا انفورميشن سورس، هنا عندي انكودر بروسيسنج على هذه المعلومات، قد تكون هي مثلا مثل ما ذكرنا، قد تكون هي اشاره كهربائيه، اشاره صوتيه، زين فيديو، قد تكون صوره لازم انه نجري عليها عمليه معالجه، بعدها انه يصير عندي عمليه ترانسميتنج تي اكس. فهذا الجزء كله اللي هو الانفورميشن سورس انكودينج تي اكس، هذا كله يمثل هو عباره عن الانفورميشن سورس. طيب بعدها راح ترسل خلال شانل، طبيعه الشانل قد تكون هي فري سبيس، قد تكون اوبتيكال فايبر، قد يكون كوكسيال كيبل. فبالتالي بعدها راح ترسلها خلال الشانل. زين بعد ما نرسلت راح يستلمها ريسيفر، العمليات راح تكون معكوسه، راح يكون عندي ديكودر، بعدها حصل على الانفورميشن. فبالتالي هذا المخطط هو البلوك العام لأي كوميونيكيشن سيستم، بغض النظر عن تفاصيل اللي تعتمد أو تختلف من خلينا نقول إنه سيستم إلى سيستم. أوكي يعني قد يكون إذا كان عندي أوبتيكال كوميونيكيشن يختلف عن إذا كان عندي وايرلس، بعض تفاصيل مختلفة إذا كان عندي مثلا إنه كوكسيال كيبل بما يتعلق بالشانل. طيب هسه صار عندي مفهوم الانفورميشن واضح، مفهوم المسج واضح. خلي آخذ هسه المفهوم الثالث اللي هو الانسرتنتلي. عندنا مصطلح زين الانسرتنتلي، راح افترض هسه اللي هنا انه انا عندي مسج، وهذا المسج او خسميها ايفنتس، هذه الايفنتس هي الاكس نوت اكس 1 اكس ان، واحتماليه هذول البروبابيلتي مالتها اللي هي البي نوت بي 1 الى نوصل البي ان، يعني احتماليه الاكس نوت هو بي نوت، احتماليه الاكس 1 بي 1. طيب اذا اريد اوجد التوتال بروبابيلتي، الاحتماليه الكليه، راح تكون مجموع الاحتماليات هذول، نقول بي توتال هي سيجما لاي من 1 الى الان للبي اي. طيب هسه خلي افترض انه انا عندي الحدث اكس نوت، مره يكون احتماليه بي نوت تساوي صفر، يعني عدم حدوث، ماكو احتماليه صفر، بالتالي يعني امكانيه عدم حدوثه 100%، احتماليه الحدوث مالته صفر. ومرة يكون انه البي نوت تساوي واحد، هذا الاختلاف انه يكون عندي مرة احتمالية الحدث صفر، مرة احتمالية 100%، هذا نسميه نو انسنتلتلي. فبالتالي هنا صار عندي انه الحدث او الـ او الـ او المسج احتمالية حدوثها مرة تكون صفر، مرة تكون 100%، زين هذه يولد عندي ما يسمى عندنا بالنو انسرتنتلي، نو انسرتنتلي. طيب زين وجود السنسيتي انه اذا كان عندي بالعكس انه مقدار قيمه الاكس نوت مره يكون احتماليته 0.5 او 50%، ومره تكون لا انه 10%،
هذه الحالة حالة كون انه الايفنت معينة لمسج معينة اكو احتمالية للحدوث، لكن الاحتمالية هنا مختلفة. هذه راح تكون عندي يظهر عندنا ما يسمى بالانسرتنتلي. طيب العلاقة ما بين الاحتمالية وما بين الانسرتنتلي هي بالشكل التالي، انه كل ما راح يكون عندي الاحتمالية ما المسج او ما الايفنت معينة تقل، هذا يؤدي الى زيادة في الانسرتنتلي وبالعكس. فراح يكون عندنا اللي هنا انه اذا كان عندي احتمالية الايفنت المعينة احتمالية المسج المعينة انه تزداد فيقابلها نقصان في مقدار قيمة الانسرتنتلي، فالعلاقة بيناتهم هي علاقة عكسية. طيب اربعة، عندنا مصطلح نسميه الميجر اوف انفورميشن، كيفية قياس المعلومات. اولا المعلومة الانفورميشن هي content of a message. الانفورميشن يعني من نذكر مثلا انه الانفورميشن content محتوى المعلومات لمسج معينة. فخلي اصور انه انا مثلا عندي نفس هاي الاحداث، عندي هذا الايفنت يعني x نوت x1 الى نوصل للxn، وهذولي هذا الايفنت الى احتماليته هذول. فمن اجي اسمع اخذ الاحتماليات هذول كلهم يعني من هذه سنجمعهم مثل ما قلنا انه مقدار قيمه البي نوت الى البي 1 زائد الى نوصل للبي ان، هذول احتماليتهم راح يكون واحد او 100% يعني. طيب اذا طلب من عندي كميه المعلومات كيف احصلها؟ كميه المعلومات احصلها بشكل تاني او احسبها بشكل التالي، نقول الانفورميشن او الاماونت اوف انفورميشن اوف انفورميشن اللي راح نطلق عليها بالاي كي هالشكل نرمز لها. هذه الاي كي احسبه هو عباره عن لوج واحد على البي كي للاساس 2. اوكي البي كي طبعا نقصد به انه هو احتماليه حدوث الحدث، يعني مثلا البي نوت الاي نوت البي نوت البي 1 البي 2. زين هذه نفسها اعيد كتابتها، انتبه على البيس مالتنا للبيس 2، نقدر نكتب الاي كي هو عباره عن لوج واحد على البي كي للاساس 2، واللي هو نفسه يساوي لي لوج واحد على الكي مقسوم على لوج 2. وطبعا الوحده مالتنا لقياس الانفورميشن او الاماونت انفورميشن هي البيتس، فصار عندي بهذا الشكل. صار عندي واضح هسه اللي هنا انه كمصطلح كيفيه تحديد مقدار قيمه الانفورميشن اماونت، او انه كيفيه قياس الانفورميشن اللي هو يمثل محتوى رساله معينه. طيب خلينا ننتقل لنقطه 5 اللي هي كيفيه بروبرتيز اوف انفورميشن. الملاحظه اللي عندنا هسه رقم 1 ما يتعلق بخصائص الانفورميشن او خصائص نظريه المعلومات. اولا الملاحظه رقم 1 نص بالشكل التالي، انه more incidentally about message than information is more. يعني كل ما راح يكون عندي incidentally عالي كل ما راح يكون عندي information اكثر. طيب خلي اثبت هذه الملاحظة. راح افترض هسه اللي هنا انه انا عندي two events عندي او two message، احتمالية الاول b1 واحد على اربعة، واحتمالية الثاني b2 احتماليته واحد على اثنين. اوكي زين اذا كانت الاحتماليه مالت الاول بي 1، خلينا نفترض انه الانسرتنتلي مالت الاول راح يكون هو يو 1 والانسرتنتلي مالت الثاني يو 2. طيب الملاحظه اللي ذكرناها قبل قليل انه العلاقه ما بين الاحتماليه وما بين الانسرتنتلي علاقه عكسيه، بمعنى على ضوء هذه المعطيات هنا راح يكون عندي، بما انه راح يكون عندنا البي 1 اقل، نقول بما انه البي 1 اقل من البي 2 هذا يعني انه اليو 1 هو اكبر من اليو 2. طيب اوكي خلينا نثبت هسه هذه العلاقه. اولا اذا اريد احسب هسه مقدار قيمه الانفورميشن حسب العلاقه الاي كي احسبه بهذا الشكل، هو لوج 1 على البي كي للاساس 2. فنقول اذا الاي 1 ايش راح يكون؟ هو يساوي لي لوج 1 على البي 1 للاساس 2 ويساوي لي لوج واحد على واحد على أربعة الأساس 2 ويساوي لي لوج أربعة الأساس 2. وهذا يعني راح يكون عندي مقدار قيمة الآي 1 هذه الأربعة هي لوج
اثنين اس اثنين للاساس اثنين، هذه الاثنين تتجلي هنا راح تكون هي اثنين لوج اثنين للاساس اثنين، والنتيجة هاي قيمتها واحد، اثنين في واحد راح يكون عندي اثنين بت، باعتبار ان قيمة الاي 1 راح يكون عندي 2 بتس. اوكي، بس هذا ما يتعلق بالانفورميشن اي 1. زين خلي احسب الاي 2، احسب الاي 2، قول مقدار قيمة الاي 2 على نفس القاعدة هو عبارة عن لوج 1 على بي 2 للاساس 2، ويساوي لي لوج 1 على 1 على 2 للاساس 2، والنتيجة لوج 2 للاساس 2 باعتبارها تصعد لي فوق، وهذه قيمته 1، هذا راح يكون عندي 1 بت. اوكي، اذا على ضوء هذه العلاقة اللي حصلناها هنا أنا صار عندي واضح انه مقدار، نقول اذا مقدار قيمة الاي 1 راح يكون هو اعلى او اكبر من مقدار قيمة الاي 2. اذا هسه اول خاصية عندي هنا، كل ما راح يكون عندي مقدار قيمة الانسرتنتلي عالي، كل ما راح يكون عندي مقدار قيمة الانفورميشن اعلى، او بمعنى انه كل ما راح يكون عندي احتمالية ان يكون عندي مقدار قيمة البروبابيلتي اوف ان اقل، كل ما الانسرتنتلي عالي وكل ما راح يكون عندي الانفورميشن مالتها عالي. الخاصية الثانية من خصائص الانفورميشن ثيوري، سأخذنا هذه الخاصية نسميها خاصية رقم 1، هذه الخاصية رقم 2. الخاصية الثانية أنه receiver knows message being transmitted then information 0. إذا كان الريسيفر عنده معلومات كاملة أو يعرف الانفورميشن اللي رسلت إليه، إذا الانفورميشن راح يكون مقدار قيمة 0. كيف هذا الشيء يعني؟ يعني إذا كان مثلا إنه الريسيفر يعرف المعلومات اللي رسلت، هذا يعني احتماليتها واحد. نقول إذا كان مقدارها، إذا كان مقدار قيمة البروبابيلتي واحد، إذا مقدار قيمة الانفورميشن اللي هو الآي أحسبه حسب القاعدة لوج واحد على البي للأساس اثنين، ويساوي إنه لوج واحد على واحد للأساس اثنين، وهذا يعني إنه مقدار قيمة الانفورميشن يساوي لي لوج واحد للأساس اثنين، والنتيجة صفر. اذا صفر بت. اذا اذا كان الريسيفر عنده معلومات كافيه ومتاكد، بمعنى انه مقدار قيمه الاحتماليه مالتها واحد، يعرف المسج اللي رسلت له، اذا محتوى الانفورميشن راح يكون هنا زيرو. هذه الخاصيه الثانيه. خاصيه رقم 3، الخاصيه رقم 3 من خصائص الانفورميشن ثيوري، انه اذا كان عندي الاي 1 هو يمثل الانفورميشن للمسج ام 1، هذا يمثل الانفورميشن للمسج ام 1، والاي 2 هو يمثل الانفورميشن للمسج ام 2. اوكي، اذا اذا اريد اوجد الكومباين، الكومباين انفورميشن، نقول then الكومباين انفورميشن راح يكون عندي of M1 and M2 راح يكون هو مساوي إلى I1 زائد I2. طيب خلي أثبت هذه الخاصية. يعني إذا أريد أحسب هسه مثلا الـ I1 information I1 حسب القاعدة هو عبارة عن log 1 على الـ B1 للأساس 2، والـ I2 information I2 هو عبارة عن log 1 على مقدار قيمة الـ B2 للأساس 2. طيب عندي ملاحظة اللي هنا مهمة، نقول بما انه المسج M1 والمسج N2 اثنينهم are independent، ما معتمدين، فبالتالي طالما انه الM1 والM2 احتمالية حدوثهم ما معتمدين، يعني الM1 ما تعتمد على الM2، انا من ارسل المعلومة الاولى ما معتمدة على المعلومة الثانية، فبالتالي هنا ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي احتماليتهم الكومبايند بروبابيلتي مالتهم راح يكون هو شنو؟ يكون حاصل ضرب البي 1 في البي 2. فنقول هنا بما انه المسج الام 1 اند ام 2 ار اندبندنت، غير معتمدين، هذا يعني انه الكومبايند probability مالتهم راح يكون هو حاصل ضرب البي 1 في البي 2. اوكي، اذا تحقق هذا الشيء، اذا احسب هسه مقدار قيمه الكومبايند انفورميشن اللي هو الاي، هو يساوي لي لوج
واحد على البي للأساس 2. البي هي Combined Probability وهي تساوي لي log واحد على بي 1 بي 2 للأساس 2. طيب أنا عندي ملاحظة برياضية هاي ما لها علاقة، خلي نكتبها هنا أنا حتى تكون واضحة للطالب. لو كان عندي log x في y أقدر أكتبها هي عبارة عن log x زائد log الواي. بس هاي نفس الملاحظة راح أطبقها اللي هنا، هذه أقدر أقول هي تساوي، هذه أكتبها هي عبارة عن log واحد على البي 1 باعتبار واحد على البي 1 للأساس 2 زائد log واحد على البي 2 للأساس 2، وهذه هي تمثل مقدار قيمة الاي 1 زائد قيمة الاي 2. اوكي اذا شنو صار هسه اللي هنا عندنا؟ يعني اذا كان مثلا انه انا ارسلت انفورميشن الاولى ام 1، ارسلنا المسج الاولى ام 1 وكانت المحتوى مالتها الانفورميشن اي 1، وارسلنا المسج الثانية ام 2 ومحتواها كان هو اي 2، لو ارسلنا الكومبايند ام 1 زائد ام 2 فبالتالي الانفورميشن راح يكون هو اي 1 زائد اي 2. الخاصيه رقم 4 انه اذا كان عندي if there are m يساوي 2 اس n equally likely message، عندي هنا مجموعه من المسج هذه وكانت هذه m تساوي 2 اس n equally likely messages then amount of information، كميه المعلومات carried by each message اللي محموله بكل رساله او بكل مسج راح تكون مساويه الى n bit. زين خلينا نثبت هذه العلاقه. يعني احنا اولا احتمالي بما انه ذكر لي equally likely، فاذا احتماليتي probability of each message راح تكون واحد على الام. يعني انا عندي ام مسج و equally likely، اذا احتماليه كل واحده راح تكون واحد على الام. اذا راح يكون هنا عندنا probability of each message تساوي لي واحد على الام، لان انا عندي ام هي الكليه زين و equally likely، اذا كل واحد احتماليته راح تكون واحد على الام. طيب الانفورميشن اللي هي الاي احسبها حسب القاعده log 1 على البي للاساس 2 وتساوي لي log، راح تكون هنا عندنا 1 على الام، 1 على 1 على الام للاساس 2، يعني راح تكون مساويه الى log m للاساس 2. اوكي ام بما انه معطيني اياها هي شكل، يعني راح يكون عندي قيمه الاي راح يكون مساويه log 2 اس n للاساس 2 وتساوي لي لوج، هذه ان تجي هنا ان في لوج 2 الاساس 2 هذه قيمتها 1، وبالنتيجه راح تكون عندي ان بتس. اذا القاعده اللي عندنا سلي هنا رقم 4 او الخاصيه رقم 4 انه انا اذا كان عندي ام مسج وكلهم هذول موصوفين بالايكوال لايكلي، ركز لي على هذه، اذا كميه المعلومات المحتويات او بهذه الرساله او المسج هي راح تكون عندي ان بت. فبالتالي صار عندي واضح هسه أهم الخصائص المتعلقة بنظرية المعلومات، أهم المصطلحات. خلينا نناقش بعد مصطلحات أخرى بالمقاطع القادمة حتى تصير عندي صورة كاملة، حتى ندخل بعدين على نظرية شانون وكيفية حساب الشانل كاباسيتي وكل ما يتعلق ب ما يتعلق بالهوفمان كودينج وكل تفاصيل إن شاء الله نناقشها خلال المقاطع القادمة.